هذه حاليا راي على مستوى اشغال نهائيه او اشغال ثانويه. نظن بلي باش العمل اللي رانا نقوم به يعني نهايه السنه ان شاء الله هذه القاعه هذه تكون مستلمه 100%. تبقى لنا القاعه الثانيه ممكن يكون فيه يعني ان بو ديكالاج تاع 15 او 20 يوم، ولكن كل الاشغال ستنتهي يعني في وقتها المحدد، وسنقوم بكل التجارب اللازمه وسنكون جاهزين الى الالعاب المتوسطيه في تاريخها المحدد ان شاء الله.